أحمد، قول لي فكرة البند الصعيدي عامة، الناس طالباه أو الناس حابة إن هي تسمع؟ يعني يمكن باسل كان بيقول فكرة إنه إحنا مش حابين بس فكرة إنه الأغاني أو التراث الصعيدي هي حاجة للتسلية، إحنا حابين إنه يكون في بصمة. طيب هو احنا فكرتنا قايمه اصلا، يعني احنا اخترنا ليه الصعيدي؟ لانه طبيعي انه دي بيئتنا، وبيئتنا دي ادتنا خصوصيه يعني طبيعيه، يعني طبيعيه، فاهمه؟ اللي احنا طالعين لينا خصوصيه اصلا من الاول. بنحاول نعمل ده على مستوى الكلمه وعلى مستوى الغنى. يمكن لحد دلوقتي الفولكلور هو الالحان الفولكلوريه هي الوصله ما بين الجنوب المغرق في المحلية اللي هو الصعيدي قوي، واللي كمان مستساغ عند ودان المتلقين. فإحنا عملنا ده وحاول يعني حاولنا نعمل ده، وممكن في التراكات اللي جاية أو الحاجات اللي جاية نطلع شوية عن موضوع الفولكلور، وموضوع شوية الألحان الفولكلورية، وموضوع الكلمات على اللي هو التقيلة شوية على الناس. فبنحاول اللي سهل انه الناس لما تسمعها تبقى فاهماها. دلوقتي شوية احنا يعني كلام مغرق في المحلية شوية، فهو مش بسيط شوية. فبنحاول في الأغاني الجديدة ان احنا نبسط الكلام وبنخليه علشان الناس تفهم احنا بنقول ايه. اوكي، طيب بس هل ناويين تكملوا كده بنفس اللاين ده، ولا بعد شوية وقت ممكن تطلعوا بره فكرة الصعيد خالص؟ مش عارف، ما افتكرش، بس انت اتلخبطت من انا كمية اتلخبطت المايكات. راجلي. والله انا مش عارف، يعني نتخلى عن الصعيد، مش يعني دي بيئتنا وحتى دي صوتنا، يعني حتى الحنجره او كده ده طبعنا احنا. ممكن بقى الصعيدي لما بيجي هنا بيتحول ان هو يتكلم مصري زينا مثلا، يقدر يشرب افكار جديده من الافكار الموجوده هنا اكيد، لان انت بتحتك بثقافه برضو مختلفه، فطبيعي ان انت بتتغير مع الوقت. يعني طبعا ما يعني اقدرش ممكن اقول ده يبقى موجود وجنبه حاجه تانية او طبعا بطريقه هنبقى تانية. احنا، هنبقى احنا بس يعني النهارده 2020، مش عارف بقى 2025 هيبقى شكلنا عامل ازاي يعني. صح صح بس جدا.